جينا بقى للعبة الأولى أو الحجلة. مين بقى ما لعبش الأولى وهو صغير؟ لعبتوها طبعا، لعبة بابا وماما دي. اسمها إيه؟ سيجة الصعيدة. سيجة الصعيدة؟ سيجة صح، كانوا في بعض المناطق بيسموها السيجة. صحيح، هي عليها أسامي كتير، المهم نبقى عارفين نلعبها إزاي. عارفين؟ عارفين. جاهزين؟ جاهزين. طب يلا نبتدي الفريق الأصفر على طول. يلا أستاذ سليم بقى. ماشي يا تمام. يلا والله ما أنا كسفاك. الخمسة، هتسكيب الخمسة. برافو. ماشي. لا مش لا لا، حرام بقى، حرام. حرام احنا عندنا. حرام اعملي البكره. برافو. يلا ليم، هات يلا دي دي يا سليم. استنى استنى، يلا يا سليم. يلا يلا يا سليم، خلص الاول. ايوه يلا. الستة. برافو. جامب. برافو برافو يا سيم. برافو. ايه الحلاوه دي؟ برافو. ايه الرشاقه دي؟ والنبي شاطر. برافو سليم. يلا يا بابا، اديها لبابا كده. الاسره دي سليم عدى وانا عدى وتميم عدى. ماشي يلا الثانية. ايوه يا بابا، برافو يا بابا، الله اكبر. بابا ارجع يا بابا. معلش بتحصل في احسن العائلات، نسيت بقى ما احنا كنا بنلعبها واحنا صغيرين. خلاص انت عايز تعدي ترجع؟ ما انت خسرت اصلا. معلش انا اسفه. انا اسفه. طب يلا يلا يا استاذ. يا نهار ابيض على الصغنن ده. احنا في عند التو بقت 3. ما تدوسيش على 3. يلا رجل واحده تعرفي؟ جاتي ناس. برافو. يلا هننط بقى على. ايوه برافو. يلا كملي. برافو. 1 و2. برافو. لفي بقى لفي. شاطره. يلا يلا. برافو. لا لا ماشي. يلا معلش. يلا جنبي جنبي بالاثنين. يلا على اثنين. برافو. يلا اللي بعدها سكيب بقى الثلاثه. يلا يا لينو. برافو. برافو. معلش معلش هنعديها. كل ده هنعديه. لا البرافو مش هنعديه. معلش 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 عشان خاطر انا، عشان خاطر انا. معلش يلا يا سوري. روح هات الاسم. معلش ما انا عديت لك حته. معلش معلش. يلا يلا. سبعة اخر واحدة. برافو. اثنين ثلاثة. برافو كده على رجل واحدة هنلف. الله ينور. لا ماشي على رجل واحدة. ها ها رجل واحدة رجل واحدة رجل واحدة. برافو يا سوري. يلا عدي. يلا يا بابا اخر حاجة خالص. هنشوف بقى متعادلين لغاية دلوقتي. بابا هيعدي ولا لا؟ لا عندهم خسارة واحد. عندهم بابا بس. يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. الله أكبر. الله الله. واحد اثنين. الله الله. لا كده بابا كان ده بابا ما كانش بيلعب غيرها بقى ولا ايه؟ طب شطارة حلاوة طعامة كده. يبقى الفريق ده هو لا احنا متعادلين علشان احنا معديين حاجات. متعادلين متعادلين. يلا بقى نروح نشوف التحدي اللي بعده ايه ونرجع تاني على طول.